إن محمداً رجل يتيم، وما يمنعنا عنه إلا قرب أبي طالب منه، فهو عمه الذي لا تخفى على أي منا مكانته في قريش التي ورثها من والده عبد المطلب. وهل يخفى على أحد ما لعبد المطلب من مكانة بلغت حد أن استطاع معرفة مكان بئر زمزم وحفرها من جديد بنفسه؟ الأولى أن نبعد أبا طالب عن محمد، ووقتها يمكننا أن نتصرف معه. إن ابن أخيك سب آلهتنا وعاب ديننا وضل عنا، فما لك لا تخلي بينه وبيننا؟ ها قد جئناك ومعنا أجمل فتيان قريش، فخذه وادفع إلينا محمدا. أنت تعرف عمارة ومكانته بين إخوته، خذه يكن لك ولدا. وما تريد بمحمد وقد خرج عن ملة جده عبد المطلب؟ تريدون تبديل محمد؟ إنما هو رجل برجل، خذ عمارة وادفع لنا محمدا الذي خالف دين آبائك لنقتله. بئس ما تسومونني، تعطوني ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني لتقتلونه؟ أتظنون محمدا ابن أخي فحسب؟ إنه كابني، ربيته طفلا صغيرا. محمد عندي ليس أقل من علي أو عقيل، بل لعله يكون أحب إلي منهما. يا أبا طالب، لقد أنصفك قومك، انظر إليهم وهم يحاولون إرضاءك ويتجنبون محاربتك. والله ما أنصفوني، ولكن أجمعوا على خذلاني ولم ينصروني.